حبيبي بعتلك امبارح الاختبار، تعالوا نشوفه مع بعض. والاختبار كان عبارة عن ايه؟ تعالوا مع بعض كده نشوف الاختبار. قدامك جبت لك في الاول لافتة تحط فيها زملائك على أهمية الصدق في حياتهم، وهنا حبيبي كلمة زملائك ممكن تتكتب زملاؤك أو زملائك أو زملاءك. برافو عليك، برافو عليك، لأنها مفعولا به منصوب، فالهمزة مفتوحة. اشمعنى الهمزة يا مستر هي اللي مفتوحة؟ لأن الكاف يا حبيبي ده ضمير متصل، ده ضمير متصل يا حبيبي، ما بيتحطش عليه ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، لأنه مبني يا حبيب قلب أستاذك، لأنه مبني يا بابا. اكتب لافتة تحث فيها زملائك مفعولا به منصوب، فالهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد تتحط على السطر يا دكتور، على أهمية الصدق في حياتهم. قلنا تكرارا ومرارا يا أحلى دكتورة في الدنيا، هتوحشوني يا أولاد والله، أنا كنت سعيد جدا الفترة اللي فاتت دي معاكم، أقسم بالله. حبيب قلبي يا علي، قلنا إن اللافتة كلمات قليلة تلفت انتباه القارئ يا ابني. وقول هنا يا ياسين، أما أجي أكتب اللافتة أنت كاتب لي كلام كتير أوي 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 يا ياسين في الامتحان، كلام كتير أوي، يعني من كتره ما كنتش عارف أتابع إجاباتك فيها. يا رب بس إيه يكون الاختبار بتاع بكرة، لأن اختبار النهاردة مش زي ده، ده اختبار تقليدي النهاردة. أكتب لافتة تحط فيها زملائك على أهمية الصدق في حياتهم، يبقى لازم أتكلم عن الصدق، أقول له الصدق حياتك. يا سلام، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عندي تعبير تاني، طبعا طبعا احسن من تعبيري، وطبعا احسن من اللي انا كتبته، لان احنا هدفنا في اكاديميه المستقبل ان انت يبقى لك هدف، يبقى لك اسلوبك يا حبيبي، ويبقى لك اسلوبك الخاص بيك، ما تتطبع احنا بنفتح لك الابواب وانت تنطلق بقدراتك يا بابا وابداعك. تمام، يجي الجوكر يقول لي لا ده في حاجه تانيه يا مستر انا عايز اكتبها، تيجي من اما النشا تقول لي حاجه ثالثه، قول يا حبيبي قول، المهم بيتكلمنا عن الصدق، مالكش بتكلمنا عن النظافه، مالكش بتتكلمنا عن النظام، لا احنا بنتكلم عن الصدق، يبقى اكتب لي لافته عن الصدق حبيب قلب استاذك. تعمدت يا ابني ان انا اجيب لك موضوع تعبير ابداعي وصفي. ايه يا مستر وصفي دي؟ ويا حبيبي أنا كان نفسي ناس كلها، ده بعض الناس بس اللي عاملاه، وأشكرها، أشكرها وأشكره اللي عامل لي موضوع التعبير أبدعت يا ابني. بس أنت نسيت حاجة، بعض الناس نسيت إنه يعمل لي عناصر، حتى لو كان موضوع التعبير الإبداعي وصفي، قال لك أوصف يوما لك، أوصف رحلة، أوصف رحلة إلى الريف، أوصف رحلة إلى البحر، اوصف رحلة، اوصف اوصف، اعمل عناصر وابتدي اوصف بابا الرحلة بتاعتي، وابدأ لقد شاهدت في رحلتي مع مدرستي، ادي المقدمة. على طول تدي انطباع للمصحح ان انت يا حبيبي فاهم انت بتكتب ايه، انت مش ماشي باسطمبة، مش كوبي وباست حبيب قلب استاذك، لا يا بابا ده انت ليك اسلوبك اهو. يعني لما اجي اقول لك صف يوما من حياتك موضحا اهم ما مررت به، حبيبي تيجي تقول وفي بدايه موضوعي ابدا بوصف يوم من ايام حياتي، يا سلام عليك. ايوه كده، زي روزان كده، بنت لها اسلوبها كده، وعشان خاطر الناس اللي بتحترمني زي ما بحترمها وبتحبني زي ما بحبها، قدرني في واجب النهارده حبيبي بالله عليك، ونسطر نكتب بخط كويس، طمنا عليك يا ابني عشان اطمن عليك، اللي انت داخله حبيبتي وداخله تجيب لي الفول مارك. ذهبت في رحله مع مدرستك لزياره منطقه اثريه في مصر، صف ما شاهدت. اول مبدا بابا اقول يعني ايه اثار، المقصود بالاثار
أول حاجة أقول وصف رحلتي، بعد كده أقول المقصود بالآثار، بعد كده حبيبي أقول أهمية الآثار والحضارة الفرعونية للفرد في مصر، أهمية الآثار والحضارة الفرعونية لمصر جميعا، كيفية الحفاظ على الآثار، كيفية الترويج للآثار. إيه ده يا مستر، هو أنا أقدر أروج؟ يا سلام، يعني أنت أصدقائك اللي من الدول العربية والدول الأجنبية اللي معاك أما تيجي تبعت لهم كده، وده واجب عليك يا ابني وحق بلدك عليك، اللي أنت تروج لبلدك يا بابا، تبعت لهم معلم سياحي يكون الناس مش أخدة بالها منه، الناس كلها أخدة على شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية وبورسعيد. حبيبي عرفوا أماكن تانية يا بابا، عرفوا أماكن تانية وأماكن جميلة في مصر، وانشر يا بابا الوعي السياحي بين الناس من غير المصريين. كملنا موضوع التعبير بتاعنا خلاص يا بابا، تعال نشوف القراءة وقصة علي مبارك، وقلت لك من موضوع مفتاح النجاح. حبيبي أنا كان نفسي أفتح الصوت، بس ده هيكون بكرة إن شاء الله، الفيديو ده إن شاء الله بأمر الله تعالى أنا اللي بقى بشرح فيه بس لكيفية التعامل مع شكل من أشكال الاختبارات اللي احنا نتوقع أن يكون في السفارة كده إن شاء الله. بعد القطعة بداية يا جوكر، من يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة، إلى قول الكاتب في كتابك يا ابني الحياة، مواجهة الحياة. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. يبقى ركز يا يوسف على طول، أركز حبيبي على مرادف، ومش عيب في سنة ستة، أنا عارف إن أنت أكبر من كده بكتير أقسم بالله، وأنا عارف إن كل اللي قدامي مستويات عالية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حبيبي اتك برضو على نفسك عشان خاطري، ما تبقاش عامل زي لاعب الكورة المميز الجميل المهاري، ويجي يستهتر بالجون لما ينفرد بالمرمى ويحط لي الكره بره يا محمد يهاني. لا، ضيع تدريبه وضيع تعبه وضيع الدنيا كلها. لا يا بابا، يبقى اتك على نفسي يا بابا، واسال نفسي مره واثنين وثلاثه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. مرادف يواجه، مرادف اسال نفسي، خضر يسال نفسه. مرادف يعني معنى، مش عيب، مرادف يعني معنى، معنى يواجه يا مستر، يقابل ولا يستسلم ولا يشجع، يقابل يواجه يعني يقابل في حياته. برافو عليك حبيبي. جمع الإنسان الأناسي، الناس اللي غلطانة فيها اكتبها بابا، أناسي كثيرة، ده ذكرت في القرآن الكريم حبيبي. والله يا بابا، وبعض اللغويين قال لك إن كلمة الناس كمان من الممكن أن تكون جمع الإنسان ما دام مستخدمة. أنا عارف إن هي كلمة جامدة، اسم جامد، يعني لا يأتي منه جمعا ولا يأتي منه مفردا، فهي كلمة الناس حبيبي لوحدها كده الناس، بس ممكن تستخدم ما دام الناس أخدها على إنها جمع إنسان، بس ما دام أناسي قدامي لها الصدارة ولها القوة. الأناسي حبيبي اكتبها من فضلك، لأن في ثلاثة أخطأوا فيها. مفرد عقبات، مفرد عقبات، عقبة يا حبيبي، عاقبة ده جمعها عاقبات بمد الألف بعد العين حبيبي، جميل قوي. التلاتة سهلين، أنا ممكن كمان أكتب هنا اللي أنا بختاره بخط جميل ورائع، أبين للمصحح والمصححة إن أنا متك على نفسي وفاهم كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية، وما حدش بيجري ورقة بابا، واكتب بخط جميل، وواحدة واحدة، بيت باي بيت يا ابني، وبين مستواك يا حبيبي، وما تبخلش في الإجابة. يعني إيه يا مستر؟ يعني يا حبيبة قلبي يا هاجر، أما يجي لي سؤال زي اللي جاي ده، ما الذي يواجهه الإنسان في حياته وما واجبه نحو ذلك؟ حبيبي ده سؤال بشقين، أستاذي علمني في أكاديمية المستقبل إن أنا لما يجي لي سؤال بشقين أجاوبه على مرحلتين يا حبيبي، أجاوبه على مرحلتين يا دكتور. واحد اتنين، عايز تخليها شرطة وشرطة براحتك، مش هنختلف كتير، المهم عندي ان انت ترتب اجابتك للمصحح، للجنة التصحيح في السفارة حبيبي، وفقك الله. يبقى يا حبيبي اما ترتبها له، حتى اما يجي سؤال يا تسنيم، سؤال يرجع الى تقدير المعلم، خد بالك من اللي هقوله ده بقى، ودائما ودوما، وهقول لك سر تصحيح
خطير. دائما لما بتبقى في لجنه تصحيح مهمه جدا وخصوصا سته، ما بنجمعش الدرجه الا بعد سؤال التعبير. يعني ايه؟ يعني في بعض اللجان بتسيب سؤال التعبير للاخر لانه تقدير للمعلم، ويجي يحط الدرجات وتمام التمام. الولد محتاج درجه ولا حاجه وتلاقيه بيجتهد في الورقه بيزودها له في موضوع التعبير. طيب افرض في سؤال كمان شرح ابيات، او ما رايك، وده هيجي لك اقسم بالله، ما رايك وماذا تتوقع ان، زي ما بقول لك يا حبيبي لازم يجي لك ثلاث اسئله بتقيس المستوى A1 حبيب قلبي، ان هو يبقى المستوى فوق المتميز. ده بيقول لك حبيبي ما رايك، ماذا تتوقع ان، ماذا كان يحدث اذا لم يحدث كذا. يعني لو ما كانش الامير وحبيب قسم ثمن المحصول مناصفه، ماذا كان سيحدث؟ لو ما كانش تقابلوا في منتصف الطريق وكل واحد أخذ الفلوس لوحده، إيه اللي كان ممكن يحدث؟ ده بيرجع بقى لتقدير المصحح وقدرته على استيعاب ما تريد أن توضحه أنت بأسلوبك. أما أنا أكون مصحح ولقي ورقة محترمة من بنت وولد محترم بيذاكر ومجتهد وفي شغل في الورقة باين ان ولد وبنت طفحان الدم وفي مدرس شغال معاه وفي مدرسه شغاله معاها، حبيبي انا لما اجي اقدر ورقه زي دي هدي لها بابا اعلى درجه تستحقها، وادي له 3 من 3 في سؤال يرجع لي كتقدير معلم، لان انت بينت شغلك فوق وتحت وفي التعبير وما بخلتش باجابتك. جميل حبيبي، معلش انا النهارده الحصه والميتنج عن كيفيه التعامل وضرب مثل حي على امتحان يا بابا ليك، معلش هتكلم انا النهارده كتير معاك، بنحط نقاط على احرف كثيره حبيب قلب استاذك. ما الذي يواجه الانسان في حياته وما واجبه نحوه؟ متاكد 1000000% ان انا لو فتحت الصوت هلاقي كل الناس رفع ايدها، ومتأكد 1000000% اللي انت عارف الإجابة، بارك الله فيك وبارك الله فيك، انتوا أكبر من كده، ده أنا بعمل سباق في النحو العربي بينكم. بس أنا قصدي النهاردة رتب نفسك، لأن في بعض الأوراق الامتحانية اللي جات لي في حل الواجب حبيب قلب أستاذك بتبين إن، هقول هجيبها بصيغة تانية وأقول إن الأستاذ أو الأستاذتي دكتوري أو دكتورتي كان مستعجل شوية عشان فيه واجبات كتير عليه، بس أتمنى يا بابا إن واجب يوم الخميس حبيب قلب أستاذك تعمله له تنسيق كأنك في الامتحان، طمني عليك بالله عليك. ما الذي يواجهه الإنسان في حياته؟ يواجه عقبات ومشكلات كثيرة عليه ألا يستسلم ولا يخضع لها. إذا يا مستر ده أنت بتجيب الكلمة وبتحط معناها جنبها، ما انا قلت لك كده يا حبيبي بيدي انطباع جيد عند المعلم المصحح والمعلمه المصححه، خصوصا لو كان معلم متمكن يقول لك والله الولد ده ولد فاهم، الولد ده بيقول بفهمه مش جايب كوبي وبست من القطع فوق. والحكايه كلها ان احنا جبنا كلمه عقبات مشكلات او حواجز وعليه الا يستسلم الا يخضع لها، كتبت الكلمه وكتبت معناها جنبها، بدي قوه وايضاح للمعنى لان الترادف يوضح المعنى. حبيبي انت ما بتدرس مسلمات ومفاتيح مظاهر جمال وبتدرس حبيبي عشان بس كده وتحفظ كلام، لا، ما انت ما تحط له الكلمه ومعناها وضحت كلامك، ما هو الترادف يوضح المعنى يا ابني حبيبي. نكمل يا بابا. يبقى يواجه الانسان في مراحل حياته عقبات ومشكلات وحواجز كثيره عليه الا يستسلم ولا يخضع لها. حبيبي كده وضحت كلامي، وهو يتطلع وينظر إلى المستقبل. تمام، وما واجبه نحو ذلك؟ واجبه إيه؟ ألا يستسلم ولا يخضع لها حبيبي، بل يواجه تلك العقبات ويبحث عن حل لمشكلاته حبيبي. نكمل، ما جزاء المتواضع وما جزاء المتكبر؟ برضو أنا اللي يهمني هنا حبيبي سؤال واحد اتنين، كلنا جاوبنا ده صح، الناس اللي بعتت لي الاختبار وفي ناس ما كتبتوش اصلا، يعني في واحد بس من ابنائي ما كتب ليش حاجه خالص، يعني هو كاتب لي 3 كلمات فوق بس، ادي كل اللي هو كتبه لي، مش عارف ده كده بيستهتر بمعلمه ولا هو صور
مسوده ولا صور ورقه على جنب وبعت لي صوره خطا، فارجو من ابني يبص كويس على الصوره اللي بعتها لي كواجب للاختبار ده، عشان انا بحبه وبقدره، هو انسان محترم. حبيبي ما جزاء المتواضع ينتشر حبه بين الناس ويرضى عنه الله، وما جزاء المتكبر تهون صورته في العيون ويخسر نفسه. انت جاوب انت باجابتك انت بابا، وجاوب زي ما انت عايز، انت ليك اسلوبك يا حبيب قلب استاذك في رايك. اهي اهو سؤال، اهو كنت متعمد اللي انا اجيبه لك يا بابا. في رايك انت ما قيمه الثقه بالنفس ودورها في حياه الانسان؟ ده سؤال مفتوح اوبن كوتشن حبيب قلبي. طيب ده سؤال مفتوح، يعني عمر عنده اجابه، خضر عنده اجابه، جودي عندها اجابه، تسنيم عندها اجابه، جوجو زوزو عندها اجابه. حبايب قلبي كل واحد له اسلوبه، بس بيتكلم عن اهميه الثقه. يعني في نموذج الاجابه، ايه نموذج الاجابه ده يا مستر؟ دي ورقه كده يا حبيبي تتحط جنب المصحح عشان يشوف اجابتك صحيحه ولا لا، ماشيه مع اللي حطه المصحح وضع الامتحان ولا لا. اما بنيجي على سؤال زي ده وانا واضع امتحان، اجي على رقم د اقول الاجابه واكتب بين قوسين واي اجابه تقترب من هذا المعنى، وتقديرها يعود الى المعلم المصحح. يعني دي بقى لازم المعلم المصحح يقدرك. بالله عليك، ولد مصور للامتحان كله قشط وشخبطه، بنت مصوره للامتحان ما فيش ادنى درجات حسن الخط، وما فيش تنسيق ولا حاجه، وشغلنا شغل يوسف حبيبي اسلام يظهر مش باين. مثلا انا بضرب مثلا لان هو اللي قدام الجوكر، هو اللي قدامي على الشاشه. حبيب قلبي اسلام، انت عارفين مستواه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حبيبي له مني كل احترام وتقدير. حبيب قلبي يبقى ده سؤال مفتوح، يبقى جاوب اجابتك كويسه، امتحانك كامل كويس، عشان لما يجي لك في اسئله زي رقم دال دي يدي لك السؤال درجته كامله يا بابا. لان لما اجي كده ادي تقدير من عندي لطالب او طالبه يا بابا، انا هدي للورقه ككل بقى، مش السؤال ده وبس، وليا نظره كده والله ورقه زي الفل، والله ورقه جميله فيها شغل، لا والله الولد ده يستحق، البنت دي تستحق الفول مارك. لماذا طاب لوالد علي مبارك المقام في عرب السماعنه؟ القصه هتجي لك يا حبيبي سؤال زي ده كده، او يجي لك سؤال صح وغلط، وسؤال كمان سؤال زي ده، وانا عملت لك خمس ست امتحانات مش ثلاثه بس، عملت لك كم امتحان كتير كده، وهزودك امتحانات واطعمك امتحانات كتير بنفس الصيغه دي تحت مظله اكاديميه المستقبل، ربنا يبارك فيها يا رب. لماذا طاب لوالد علي مبارك المقام في عرب السماعنه؟ ليه؟ لانه استقر عندهم وجد فيهم الشهامه والمروءه. تمام؟ وحس بالاطمئنان ففيهم الشهامه والمروءه بعدما كان يحس بالقلق في كل مكان ينزل فيه. واحنا اخذنا امبارح فصل ونص في مراجعه علي مبارك، وهنكملها على قدر الامكان النهارده لو خلصنا الامتحان، لو ما كانش هكملها معاك بكره ان شاء الله القصه الترم الاول كله كاملا، لان دي ناقصاكم، انا حسيتها ان دي ناقصاكم. بعد ما خلصنا كده نخش القراءه متحرره المحتوى. اوعى 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 يا بابا تستهتر بيها. لا يا بابا، في سته بيجي لك تكات وحركات، تكات وحركات حتى في القراءه المتحرره. ايوه يا بابا، هو بيعاملك على انك انت خلاص، انت بنت او ولد في اعدادي، انت خلاص انت شباب العلم، ما بقتش بس طالب علم ولا تلميذ ولا الكلام ده، يا شباب العلم في الوادي الامين اللي هو انتم شباب العلم. اعتقد احد المعلمين قديما ان المراه ذكاؤها محدود، وأن حجم مخ المرأة أصغر من حجم مخ الرجل، وبالتالي فإنها لا يمكنها استيعاب المسائل الصعبة، وأنها يمكن أن تدور الملحوظات العلمية، أي نعم، لكنها لا تستطيع فهمها. فجاءت إحدى فتيات فصله وحصلت على شهادة في الفيزياء من إحدى الجامعات، وأثبتت أن بوسع المرأة أن تتفوق في العلم مثل الرجل. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، مضاد كلمة ذكاء سهلة غباء. طيب يا مستر ده كده حاجة سهلة في الامتحان، تجيب لنا امتحان سهل. حبيب قلبي بقولها وقلتها في سنة رابعة النهاردة، وقلتها في سنة خمسة النهاردة في أكاديمية المستقبل، وديني بقولها في ستة عربي ولغات حبيب قلبي أستاذك، إن لازم يجي في الامتحان أسئلة مستوى جيم اللي هو الولد الضعيف
مستوى باء المتوسط، مستوى ألف الشاطر، ومستوى موجب ألف حبيب قلبي ده المتفوق أو المتميز، بيبقى واحدة بس في الامتحان أو اتنين، ده اللي بتخلي الولد يجيب الفول مارك أو لا، أو البنت نفس الطريقة. أما يقابلني حاجة زي دي ما أقولش إيه الامتحان الهايف ده، لا، الجملة دي بالنسبة لحد ضعيف يا بابا بالنسبة له صعب إنه يقدر يقرأ حتى، فنحمد الله على ما نحن فيه. مفرد كلمة الجامعات، الجامعة. أعتقد أحد المعلمين قديما أن المرأة ذكاؤها، هلاقي كلمة محدودة هي. الناس اللي عملت لي الامتحان وقدرت أستاذها شكرا مجاوبة السؤال ده جميل جدا. المرأة تستطيع أن نقط في العلم مثل الرجل، هي المرأة تستطيع إيه؟ أن تتفوق أهي يا بابا في العلم مثل الرجل. مستر أنا بحس إن القراءة متحررة المحتوى أو القراءة المتحررة دي حاجة هايفة خالص، وبيجي يديني يعني بيديني درجات كده في جيبي أنا قاعدة والحكاية سهلة. لا حبيبة قلب والله، ده هي بتقيس حاجة جميلة قوي اسمها الفهم القرائي. يعني لما يجي لك في سؤال زي رقم جيم كده، ومعلش أنا بتكلم كتير النهاردة حبيبي، بس قلنا بنحط نقاط كتير فوق أحرف كثيرة، ضع عنوانا مناسبا للفقرة، ده حاجة جميلة قوي. حبيب قلبي في حاجة اسمها الأفكار الضمنية، بتكبر شوية تبقى الأفكار الجزئية، تكبر شوية تبقى الفكرة العامة، تكبر شوية تبقى الفكرة الرئيسية أو الرئيسة، تكبر شوية تبقى العنوان. بالظبط كده مثلث حبيب. تمام يا مستر. يعني افهم من كده ان العنوان حبيب قلبي، حبيب قلب استاذك، الفكره الرئيسه او الرئيسيه هي جمله بتحدد اللي احنا بنتكلم عنه، بتوضحه. جميل. اما العنوان كلمتين او كلمه تعبر تعبير شاملا عن الموضوع كله. يبقى هنا لو قلت لي ذكاء المراه إجابتك صحيحة، برافو عليك، أدي عنوان. جت حبيبة قلبي أو حبيب قلبي وقام قايل لي خطأ معلم، الله عليك الله عليك. أو جاء واحد وقال لي أفكار خاطئة أو معتقدات خاطئة، اكتب يا حبيبي، اكتب العنوان اللي أنت شايفه صح يا حبيبي. اللي أنت تضع عنوان لفقرة أو قطعة، ده قمة التعامل مع القطعة القرائية أو الفهم القرائي يا حبيبي. ويا حبيبي لو لك أخ أو أخت في سنة أولى ثانوي، افتح كتاب الامتحان أول أربع صفحات، عامل لك دايرة كبيرة كده ملونة يا بابا، وبيتكلم عن مراحل التعامل مع القطعة يا بابا اللي أنا بعلمها لك، وهيقول لك إن في أفكار ضمنية بعد ما يتعامل مع الكلمات. أنا بخش بقى على الأفكار الضمنية والجزئية والفكرة العامة والرئيسة والعنوان، هتلاقيه مرتبها لك كده حبيبي أما بنشتغل مع أولادنا في ثانوية عامة. جميل. ما قيمة المساواة في المجتمع بين الجنسين؟ رقم ده هنا لو تلاحظ يا تسنيم حبيب قلبي يا أنوشة لوجي حبيبتي كل ولادي وبناتي، نفس السؤال رقم ده هنا في رأيك. يا مستر قصدك لو ثبت لي مستوى ألف، مستوى أعلى اللي هو السؤال مستوى ألف، عامله لي دال، هيثبته لي دال. يجيبه لك مرتين أو ثلاثة في الامتحان حبيبي. لو هي هيثبته لك في حرف الهاء، يبقى على طول في التدرج بتاعه. تمام. ما قيمة المساواة في المجتمع بين الجنسين؟ قلت لمحمد هاني قبل كده، واتكلمنا أنا واتناقشنا أنا ومحمد هاني، قلت له حبيب قلب أستاذك لما يجي لك يقول لك ما قيمة كذا في المجتمع، وتلاقيت الصفة جميلة، قل لي حبيبي تساعد على تماسك المجتمع بعدما تنشر المحبة والسلام بين أفراده، وقلت لك ثبتها معاك، وبعد كده قول اللي تقوله هو المصحح أول ما يقرأ كده، إيه الجمال ده يا ابني؟ يبقى ما قيمة المساواة في المجتمع بين الجنسين؟ ما قيمة الصدق في المجتمع؟ ما قيمة المساواة في المجتمع؟ ما قيمة التعاون في المجتمع؟ ما قيمة الإتقان العمل في المجتمع؟ قول يا ابني، قول يا بابا، تؤدي إلى تماسك المجتمع ونشر المحبة بعدما تساعد على نشر المحبة والسلام بين الناس. فالمساواة تجعل الناس متعاونة، وتجعل هناك محبة بين الناس، والجميع يعمل، فالطبيب والطبيبة يعملان،
والمهندس والمهندسة يعملان، والمعلم والمعلمة يعملان. ما هو ما جيش أنا هنا واجي أفضل البنات على الولاد، دي في سركم يعني. بس أنا ساعات بطبق حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبايب قلبي. طيب نكمل حبيبي. ثالثا، المحفوظات من النص نصائح أب. الله أكبر، الله أعظم، العزة والدوم لله. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هنا جايب لك، أنا جايب لك ثلاث كلمات جنب بعض، وخد بالك أنا جايب لك تكتين، تك إن هو ثلاثة جنب بعض، وتك الضمير الناس اللي وقعت فيها. أنا أقصد أجيب لك الضمير ابنه، يبقى تقول لي أبناؤه. طب يا مستر هجيبها حسب موقعها في الجملة؟ لا حبيبي، ما دام جات لك مفردة كده اكتبها أبناؤه، الهمزة على واو حبيب قلبي. ونادى نوحا ابنه، أصل أنت هنا لو عملتها كده هتقول أبناءه، هتعملها كده حبيبي، كتبتها كده أو كده هيحسبها لك صح. المهم تجيب جمع كلمة ابن، وكمان يا حبيب قلبي لازم تجيبها جمع وتحط الضمير اللي يعود على سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هات معنى معزل ومفرد الكافرين وجمع ابنه. حبيبي انتوا كلكم مجاوبينها صح، جاب لك مساحة في الامتحان ان انت تكتب الثلاثة تحت بعض، يبقى جميل. ما جاب لكش يا بابا اكتب واحدة هنا واعمل فرق كده، واكتب الثانية واعمل فرق كده، واكتب الثالثة. يعني معنى معزل مكان معزول او بعيد، تمام. مفرد الكافرين اكتب كده، مفرد الكافرين نقطتين فوق بعض الكافر، اعمل شرطه، جمع ابنه ابناؤه او ابناءه براحتك، بس دي اقرب باب لانها مفرده لوحدها. يعني ما موقف ابن نوح من دعوه ابيه وما مصيره؟ حبيبي ده سؤال بشقين، تعال لي حبيبي وجاوبه على مرتين، واحد اثنين. قل لي موقف ابن نوح من دعوة أبيه أنه عصى أباه ولم يستجب لدعوة أباه لركوب السفينة، ومصيره أنه غرق مع الكافرين فكان من المغرقين. حبيب قلبي قلت لك اقرأ سورة سيدنا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتكمل الآيات بعد واستوت على الجودي وقال بعدا للقوم الكافرين، هتقرأ بعدها حبيبي هتعرف أن سيدنا نوح ما كانش يعرف أن ابنه كان كافر. حبيب قلب أستاذك سيدنا نوح فوجئ إن ابنه مع الكافرين، عشان كده سيدنا نوح ما يخالفش أمر ربه. مش معقول سيدنا نوح يعرف إن ابنه كافر ويقول له تعالى اركب معانا، عمرها ما تحصل يا حبيبي. على ما يعود ضمير الغائب في الآيات الكريمة. السؤال ده أنا جبته لك وكان قصدي إن أنت تدخل على الآية كده وتدور على ضمير الغائب منها حتة نحوية، أنت أكبر منها طبعا، وتقول لي يعود على مين. هتقول لي ضمير الغائب هي تعود على السفينة، برافو عليك وأشكر بنتي وابني اللي جاوبوها وعملوا لي الامتحان بعيدها مليون مرة عشان خاطري يا حبيبي، حللي الامتحانات بتاعتي. استخرج من الآيات السابقة أسلوبين مختلفين ووضح أثر كل منهما في المعنى. أنا هنا بقى بقيس عندك حبيب قلبي فنية استخراج مظاهر الجمال. هيجي لي واحد يقول لي مثلا يا مستر اركبه، ده اسلوب امر يا مستر وغرضه في المعنى النصح والارشاد. احسنت يا ابني. هتجيلي كمان ان ربي لغفور رحيم، وهتقول لي هو اسلوب مؤكد بان، يؤكد على ان الله عز وجل هو واسع المغفره والرحمه. الله جميل يا حبيبي والله العظيم، انت شاطر يا ابني. لو جيت قلت لي يا بني اسلوب نداء من سيدنا نوح لابنه يبين شدة حب سيدنا نوح لابنه وغرضه النصح والإرشاد، صح يا ابني والله جميل. يا بني تصغير، بني تصغير ابني، لأن بني هي تصغير ابني، أسلوب رقيق يحمل قمة المشاعر التي يحملها سيدنا نوح لابنه. يا حبيب قلب أستاذك، وكان في معزل يا بني اركب معنا، اركب معنا أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد، ولا تكن مع الكافرين اسلوب نهي غرضه النصح والارشاد. حبيب قلبي ينصح ويرشد ابنه، ولا يعلم سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ان ابنه من الكافرين، وبعد ربنا بيقول له انه عمل غير صالح،
يعني بيقول له يا نوح انت ما تعرفش حاجه، ده عمل غير صالح. بعد كده سيدنا نوح اعتذر وتاسف لله عز وجل بعدم علمه. المحفوظات من نص في رحاب الانسانيه. الله يا اخي لا تمل بوجهك عني، ما انا فحمه ولا انت فرقد، انت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد. اكمل معنى فحمه وجمع فرقد ومضاد تتقلد. حبيبي انا جايب لك الثلاثه جنب بعض، يبقى انت مجبر تجيب الثلاثه جنب بعض، لان انا حاطط لك نقط وانت هتحل بوكلت اوبن بوك، يعني هتحط الاجابات يا ابني في مكان اجابتها اللي انا محددها لك او اللي السفاره محددها. يبقى هنا انا بعلمك مكان تقدر تجود فيه وتبين تنسيقك بينه. اهم حاجه يا ابني القشط، لا ركز في اجابتك، واحنا معاك اكاديميه المستقبل حتى يوم الامتحان يا حبيبي، احنا تحت امرك يا ابني يا حبيب قلب استاذك والله. معنى فحمه يعني قليل الشان يا بابا، جمع فرقد فراقد، مضاد تتقلد تخلع، لان تتقلد بمعنى تلبس وبينهما ترادف. وضح الشاعر ان الشخص المتكبر ليس الا شخصا مثل بقيه الناس، بين ذلك، ده سؤاله، بين ذلك اي وضح، والتوضيح يرتبط باسلوب الكاتب. يبقى حبيبي انت اسلوبك يختلف عن اسلوبي، ده يبقى ده سؤال تقديري من المعلم، بس المهم نتكلم على حته توضيح الشاعر ان المتكبر ليس الا شخصا مثل بقيه الاشخاص. ما انت ما صنعتش ولا عملت، ده انا زي زيك يا اخي، ليه بتميل بوجهك عني؟ ماذا يحدث اذا توضع كل انسان مع الاخرين؟ نفس السؤال، ما رايك لو انتشر التواضع في المجتمع؟ لو كل انسان تواضع انتشرت المحبه بين الناس وزاد التعاون وقوي المجتمع وترابط وتقدم المجتمع وارتقى. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، بدلك المفتاح، بدلك الباب، وانت انطلق في رحاب اللغة العربية يا ابني. ما الجمال في قول الشاعر لا تمل بوجهك عني، كل اللي جاوبه اجابتك صحيحة، اسلوب نهي غرضه النصح والارشاد. بس كان نفسك كملي، كان نفسك كمل يا دكتور. اكمل ايه يا مستر؟ اقول لك حبيبي، تقول لي لا تمل بوجهك عني، اسلوب نهي غرضه النصح والارشاد بعدم التكبر، فالشاعر ينصح المتكبر بعدم التكبر حتى تنتشر محبته في قلوب البشر. قول يا ابني انا بقول، وده اسلوبي، بعدها وزدها مليون مره لو حتى هتصدع مني يا ابني، لكل واحد اسلوبه. قول يا حبيبي ما دام بتقول في الصح الاول اسلوب نهي غرضه النصح والارشاد. اكتب البيتين التاليين، لهذين البيتين كله كتب. لو جينا هنا التعاون ضرورة من ضرورات الحياة. حبيبي كلمة التعاون اسم في أول الكلام، لم يخطئ فيكم أحد، بس في ناس مش كتبها أصلا، ما جابليش النحو أصلا، يبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، ما تتغرش بالواو والنون، ده مفرد يا ولد، ده حروف أصلية يا دكتورة. جميل، بعد كده هنعرب الى الاخرين، برافو عليك، كلنا احنا اكبر من كده، اسمه مجرور بإله علامة جره الياء. استمرارا، اي يستمر في المشاركه معهم استمرارا، هنا يا بابا استمرارا، يستمر استمرارا، مفعولا مطلقا منصوبا بالفتحه، حبيب قلب استاذك. استخرج من العباره خبرا لناسخ، فين الناسخ؟ اذ لا يمكن لاي انسان ان يصبح قادرا على اعباء الحياه. طب يا ترى الناسخ أن ولا الناسخ يصبح؟ برافو عليك يا بنتي، ده أن هنا نصب للفعل المضارع، ده نصب الناسخ خلاه مفتوح، يصبح بدل يصبحوا، ده أن هنا نصب يا حبيبي يا جوكر، برافو عليك. يبقى دي الناسخ يا ابني، يصبح الإنسان قادرا، يبقى قادرا هنا خبر ناسخ ونوعه مفرد. أشكر كل من أجابها إجابة صحيحة، وأشكر كل اللي ما جاوبهاش هيجاوب لي امتحاناتي بعد كده. عايز مفعولا مطلقا طلعناه ونوعه مؤكد للفعل لأنه ما فيش بعده حاجة، هنعتبرها في المرحلة الابتدائية سنة 6 ما فيش بعده حاجة.
حبيبي، بس انت لما تكبر شويه تعرف انه مبين للنوع، لانه بعده نعت جمله فعليه يعود بالنفع على المجتمع، استمرار يعود بالنفع على المجتمع، هتعرف ان جمله يعود هنا نعت جمله يا بابا، نعت جمله فعليه. يا رب يدينا العمر والقدر اقابلك تاني وابقى اشرحها لك يا حبيبي. حالا، طلع لي كلمه حال، طلع لي حال من القطعه. يبقى التعاون ضروره من ضرورات الحياه، إذ لا يمكن لأي إنسان أن يصبح قادراً على أعباء الحياة منفرداً، ولكنه يحتاج دوماً إلى الآخرين، أو أن يستمر في المشاركة معهم استمراراً يعود بالنفع على المجتمع، ويعيش الإنسان في مجتمعية محباً للآخرين. أشكر كل من قال دوماً أو دائماً فهي حالة حبيبي. جميل، دوماً جميلة حبيبي، منفرداً برضو يا بابا، شكراً لك. أكمل يا بابا، المصريين محبوبون. هنا مين اللي بينصب يرفع إنا؟ شكرا، ما تقوليش لعل بقى، لا محبوبين يا حبيبي، إن المصريين محبوبون. شكرا ليك. لو كان قال لي المصريون محبوبين يبقى كان أو ظل. جميل. السفينة نقط خبر جملة اسمية. قلت لك لما تجيب خبر الجملة الاسمية حبيبي اسأل نفسك هتكلمني عن إيه. أنا هكلمك عن لونها يا مستر، هكلمك عن حبيبي.